رقم 4، طبعا المحاضرة 4 تتكون من 3 أجزاء. ولاحظوا بالموديل، أنا يعني قاعد أعمل تعديلات على المحاضرات بالموديل. لاحظوا طلاب، عندنا الليكتشر 1، هذه الكورس ديسكريبشن، انترودكشن تو فيجوال بروجرامينج، فيجوال بروجرامينج ستوديو، اوكي انفايرمنت، هذه اللي مكتوب عليها نيو 2000 بيست 2000 بيست، هيك اكيد جديد. واللي ما مكتوب عليه هذا يعني اوكي درسته، يعني هذا جي قديم ونفس الشرح. اوكي افا معنى افا شو معنى معناها معدل معدل الملف أبا في شاربن اللي عمل سحب مثلا أو برنت للملف سابق، خليه بردوام متابعة. أوكي ليكتشر 3 عادي، هذا ميتينج 1، هذا لاب 2 كولر شيرينج شوينج العفو، وأخذنا هذا اللاب 1 اللي هو العمليات الانترودكشن تو انفايرمنت مع العمليات التشارن. اوكي هذا ميتينج 1 سويت الابلود كولر شوينج والمحاضره لكتشر 3. هذه الاجزاء الثلاثه معدله بالنسبه للمحاضره تشار بهشيرين، يعني هذه محاضرة 4 مكونة من 3 أجزاء، تشارو إيك تشارو دو وتشارو سي. أوكي هذه إن شاء الله راح أرفع لكم المحاضرة لها اليوم، بعد ما أكمل أسجلها هذه المحاضرة وأرفعها. طبعا ما حأخذ الأجزاء الثلاثة، يعني الآن حشرح جزء من هذه الأجزاء لأنه أنا أعرف وقت التطبيق بالعملي الوقت يعني مو مثل سابقا، عندنا 3 ساعات، عندنا العفو ساعتين ومجال كبير، فأنا أحاول أعطيكم المواضيع اللي suitable to implement suitable to practice يعني بالجانب العملي. أوكي طلاب، أخذنا في هسه اللي راح أعطيكم عليه، لاحظوا الجزء الأول، خلي تعرفون حتى الجزء الأول على إيش يتكلم. الجزء الأول يتكلم على شرح لخصائص، هذه راح أسوي لكم محاضرة بها وأرفعها، يعني ما بها ما فيها تطبيق، ممكن أشرحها within some example يعني حتى in order to become suitable and يعني useful for you، مناسبة وواضحة مع الشرح. يعني مثلا هذه الخاصيه شو معنى، ممكن استعين ب بروجكت بالفيجوال حتى تفهمون الخاصيه. الان هذه ما حشرحها الان، ما حشرحها الان، هذا الجزء هيك. عندنا الجزء دو هذا اللي حشرحه الان، والجزء سي، الجزء سي يتكلم عن المسج بوكس، عن المسج بوكس مسج شو. اوكي ومما تتكون المسج شو، يعني احنا المسج شو ممكن الاوتبوت او الريزلت النتيجه تظهر على الريزلت تظهر على يعني مثلا وقت نجمع نمبر 1 ونمبر 2 اكيد اكو مسج بوكس تو شو ذا ريزلت. ممكن الاول ريزلت قد يكون ريزلت جمار عاديا، يعني قد يكون warning مسج، warning مسج او information مسج، اوكي او ايرور مسج. اوكي يعني صح، كان اما ريزلت عادي يعني جماره يظهر نتيجه قد يكون صح كان مسج ريزلت مثلا هنا مثلا عمليه جمع، مثلا صح كان عمليه جمع مثلا او طرح، شوفوا النتيجه تشند تظهر النتيجه مثلا هذا النتيجه الريزلت شيستو شيش مثلا. اوكي فتستخدم للنتيجه او لل لل
أنواع أخرى من المسج وحندرسها ناخذها أيضا. أوكي، إما في أخلي لكم فيديو عليها أو إن شاء الله الأسبوع القادم. اللي حشرحه الآن هو الجزء الثاني. الجزء الثاني هو شوية يعني يأخذ وقت لأنه it is related مع الموضوع السابق. أنا خليته الآن لأنه متعلق بالموضوع السابق، فأردت أربط الموضوع هذا مع الموضوع السابق. نعم، طبعا طلاب أخذنا بالمحاضرة السابقة أنه ممكن السوليوشن مكون من more than one project، أكثر من project. أوكي، إحنا اليوم إن شاء الله في هذا المثال حاعطيكم example أنه كيف يكون عندي السوليوشن مكون من أكثر من project، مكون من أكثر من project. Okay. فهذا الـ relation between projects of the solution. العلاقة بين relation، العلاقة بين الـ projects اللي هي الـ projects اللي هي المشاريع اللي جورفل داخل السوليوشن، داخل السوليوشن. اوكي. طبعا عادة احنا بالأمثلة السابقة وقد أخذنا أمثلة مثلا، يعني مثلا هذا، خلينا نشوف هذا مثال الجمع العادي اللي اخذناه. وقد نفتح اي بروجكت، البروجكت اي سوليوشن مكون، السوليوشن مكون من بروجكت واحد، هذا البروجكت، يعني هذا البراوزنج للسوليوشن عاده باي ديفولت مكون من بروجكت واحد. احنا وقت نعمل كرييت للنيو سوليوشن، لو الآن أفتح نيو سوليوشن أقول أريد الآن، أكيد وقت أفتح السوليوشن أكيد السوليوشن يفتح at least with one project. طبعاً يفتح at least with one project. فإحنا لما نعطي الاسم الآن، لاحظوا نيو بروجكت، طبعاً لما نفتح أكيد حنختار إما كونسول اللي حنشتغل عليه او حنشتغل على مثلا الويندوز فورم ابلكيشن. انتم مثلا صار شوي مثلا اخذتوا بالاوبجكت او بي بالسي هاش اخذتوا الكونسول، مثلا الان نشتغل على الويندوز فورم ابلكيشن. المهم السوليوشن سيبدا will be start with at least one project. البروجكت حدد نوعيته، مثلا الان انواع اللي نقول عليها مثلا الويندوز فورم ابلكيشن او او الكونسول. مثلا لو اسمي هذا مثلا نسميه، خلينا نسميه مثلا اي او اي تي ام، اي تي ام، خلينا نعتبر هذا الويندوز فورم ابلكيشن، ويندوز فورم ابلكيشن. خلينا نعتبرها الديفولت، نعتبرها بروجكت 1. بروجكت 1 في شارب النيم اوف ذا، لا هذه 1. اوكي، النيم اوف ذا بروجكت ذا سبيكي والنيم اوف ذا سوليوشن بوث اوف ذيم ذا سيم، وي كان تشينج. الان خلينا نسمي الان السوليوشن بتسميه مختلفه حتى يكون افال بروجكت. احنا سوينا نيو بروجكت، فيرستلي ذيس از ذا نيم اوف ذا بروجكت، سكندلي ذا نيم اوف ذا سوليوشن، فنقول اي تي ام سوليوشن. سوليوشن اي تي ام سوليوشن. اوكي، هذا نيم اوف بروجكت، هذا نيم سوليوشن. اوكي، اقول له ابدا. اوكي، نلاحظ في الاعلى الان بدا السوليوشن، يقول اسم السوليوشن اي تي ام سوليوشن. افال اي تي ام سوليوشن مكون الان، لو نقفل هذه، مكون الان من ون بروجكت نوفل بروجكت اللي هو اي تي ام ويندوز فورم ابلكيشن. خلينا نكمل نعمل رينيمينج.
ويندوز فورم ابلكيشن. اوكي ممكن تعمل كليك راسي ورينيم. اوكي رينيم هكذا. اوكي وهذا ايضا ممكن تعمل ريموف ايضا اذا تريد تحذف البروجكت هذا، ممكن تعمل ريموف. اوكي لانه عندنا مقابل الريموف عندنا اد. فهذا شو معنى؟ معناها we can add more and more a project inside this solution. We can remove and add and add a project and at any time. Okay؟ تضيف إضافة وحذف a project في أي وقت. فهذه هي الميزة الآن، هو اليوم إحنا حنشتغل عليها. صح، كان هذا remove وهذه add. إحنا ما يحتاج نحذف الآن، إحنا سوينا الآن هذا السوليوشن مكون من هذا الان at least ال one project وحنضيف عليه. اوكي فالسوليوشن اللي حنشتغل عليه مثلا هذا السوليوشن، هذا السوليوشن مكون من ثلاثه بروجكت، هذه ثلاثه بروجكت، بروجكت 1 بروجكت 2 وبروجكت 3. وانا خليت هذا المثال، خليت بروجكت 1 من نوع ويندوز فورم ابلكيشن وخليت بروجكت 2 من نوع كونسول. تذكروا تراي تو ريمبر يعني الرش سكرين الدوس برومت. اوكي يعني السوليوشن مو شرط يتكون من بروجكت اول، من مو شرط الاول تايبس اوف ذا سوليوشن اوف ذا بروجكت ار ذا سيم. اعيد، not important all projects, all project inside solution have same type. ما شرط انا عندي project 1 من نوع windows form application او project 2 من نوع console application و project 3. لاحظوا الان وهذه هي العلاقه مع الاو او بي، حتى شوي اعملكم ايضا remember وشويه وريفرش للاو او بي. ممكن اعمل فد لابراري صغيرة ماث، يعني مثلا عمليات حسابية، كلاس لابراري مكتبة، مكتبة جورف المكتبة أخزن فيها كلاس، كلاس مثلا كلاس مخصص بالعمليات الحسابية تشارن، العمليات الحسابية تشارن. يعني الآن أنا حشوفكم المثال هذا الموجود هنا كوليدج. اوكي هذا كوليج، لحظة اوكي هذا العفو، هذا الكوليج دخلت فيه، هذا البداية ماله، التشغيل ماله. اوكي حشغله، انفذ الكوليج، حيطلع لي عادي عمليات حسابية اد والصاب والمالتيبليكيشن والديفيجن واند. اوكي ولاحظوا هذا الـ هذا البروجكت ب ثلاث، هذا السوليوشن ب كونسيست اوف 3 بروجكت، النوع الاول من نوع كونسول، النوع الثاني من نوع ويندوز فورم ابلكيشن، والنوع الثالث من نوع لايبراري كلاس لايبراري. اوكي هذول الاثنين اللايبراري، هذول البروجكت دو بروجكت يحتاجوا ديبند، يعملوا كال، كال استدعاء. اوكي استخدام يوزنج لهذا الكلاس، لهذا الكلاس مثلا، لهذا الكلاس يحتوي على عمليات حسابيه. اوكي هذا يعمل كال استدعاء استخدام بو بروجكت 3 لنوع تشي، نوع كلاس ربي، وافجي اللي هو الكونسول بروجرامينج يعتمد او يستدعي لبروجكت 3. هذا بعمليات حسابيه اد وصب وملتبلاي وديفايد، بس يعني مو البلس والماينس، دوال فانكشنز. اوكي فممكن هذا يستخدم الفانكشنز وممكن افجي يستخدم الفانكشنز، حنشوف كيف. الان ارجع للمثال كوليدج. لاحظوا طلاب، الان اريد انفذه بصيغه كونسول. لاحظوا اذا اريد انفذ البرنامج بصيغه كونسول بامكاني كليك يمين اقول الستارت اب. هذا السوليوشن، هذا السوليوشن يحتوي على اكثر من بروجكت،
عندما تنفذ السوليوشن مثل الستارت اب الويندوز لما يفتح بي ستارت اب، طبعا اذا اكو 2 3 4 بروجكت او 1 بروجكت، مو يقولون البروجكت احنا من الذي سينفذ في البدايه؟ من هو الستارت اب بروجكت؟ من هو الستارت اب بروجكت؟ ضروري if you have more than one project inside solution you will must determine تحدد the startup project. ينبغي أن تحدد the startup project. ولا بتسمعوني؟ تسمعوني طلاب؟ Are you hear me؟ نعم أستاذ، نعم. ايه دي يلا دي يلا دي جاوبوا سريع يا اياز يا نينر يا عيني. اوكي زين، فضروري نحدد الستارت اب. اذا كان يوجد اكثر more than one project you will must determine تحدد من هو الستارت اب. شوفوا الان لما نشتغل البروجكت اشتغل ويندوز فورم ابلكيشن، ابى شو معنى؟ معنى الان ال 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 ابى الاي تي ام 3 ويندوز فورم ابلكيشن هو الستارت اب، واضح بولد بولد. خلي احدد هذا الستارت اب، اقول افال ستارت اب سيت از ستارت اب. شوفوا اصبح هذا البولد، هذا الان البولد سيت از ستارت اب. طبعا اذا البروجكت الثالث هو عباره عن كلاس لا ينفذ، ليس فيه تنفيذ مين، اوكي، ف يعني ليس من المعقول ان يعني يصبح هو الستارت اب. مجرد يستخدم we can use it بس ما معقوله هو يكون الستارت اب، هو فقط عباره عن دوال. يعني لو اشوف الكلاس ماله هذا الماث هو فقط دوال، هو فقط دوال، داله جمع، داله الماينس، وداله الضرب، و و اوكي. الان لو اعيد انفذ الان من هو الستارت اب؟ الكونسول. لو انفذ الان صح كان الان لو انفذ الان تنفذ البرنامج بشكل كونسول، يعني هاي الرش سكرين طبعا، بس انا سويته SP سكرين، اوكي، لانه اللون الاسود شويه هذا واوضح اكثر. فايضا انتر نمبر 1 انتر المفروض نمبر 2، اوكي نمبر 2. عمليه اختار العمليه، كش عمليه مثلا عمليه الضرب، مثلا عمليه الضرب، اوكي هذه ذات ذا اند. يعني الان انا عندي هذا الماس، هذا الكلاس، استخدمت هذا الكلاس حتى كونت ويندوز فورم ابلكيشن و كونسول ابلكيشن ويندوز فورم ابلكيشن. ممكن اثنينهم ويندوز فورم ابلكيشن، ممكن ثلاثه ويندوز فورم ابلكيشن واثنين كونسول، ممكن all of them سي اتش ار بينج all of them ويندوز فورم ابلكيشن، حسب depend on case. اوكي فأنا الآن وضحت أنه قد يكون السوليوشن مكون من أكثر من بروجكت. عرفنا الآن إنزين، أنا الآن maybe السوليوشن مكون من أكثر من بروجكت. أوكي إذا كان عندك أكثر من بروجكت ضروري تحدد من هو الستارتر ستارت اب، ولكن الستارت اب لا ليس من المعقول you must overcome تتجاوز الكلاس لايبرري، لا يصح، غلط أن نجعل من الكلاس ستارت اب، فقط البرامج، هذا البرنامج أو هذا البرنامج. أوكي. أوكي. الآن كيف نبني هذا البروجكت؟ كيف نبني هذا البروجكت وهذه العلاقات between these project في داخل هذا السوليوشن. أوكي. نرجع للمحاضرة. أوكي هذا الرسم عرفنا. وهذا أيضاً السوليوشن وهذا الرسم. أوكي. كونسول. هذا سوليوشن مثلا نوفا سوليوشن كوليج ويندوز فورم ابلكيشن كونسول كلاس لايبرري اور ماث اور سين.
زين، هذه الريليشن بتوين ا بروجكت اوف ذا سوليوشن. ذا سوليوشن كونسيست اوف 3 بروجكت، مكون من 3 بروجكت. The purpose or the objective of the solution, ما هو الهدف؟ Is to, توضيح, is to, ما هو؟ Clarify, توضيح, توضيح, the relationship, العلاقة, between the projects, اللي هم included, Jorva, a solution. In case the solution consists of in this case, the solution, in this case, the solution. In this case, the solution consists of a 3 project. مكون من 3 project. فبالأول, step 1, اللي هو steps required, ما هي الخطوات المطلوبة؟ خطوة الأولى, create a new solution. كون a new solution with one of 3 types of a project. ممكن قد يكون that we are start with Windows 4 application, yeah. كونسل ابلكيشن وممكن ايضا ديسبيكي وقت نبدا كرييت كلاس لايبرري ممكن نبدا هذا او هذا وهذا وقت عمليه كتابه الكود ما نقصد من الستارت اب وقت كرييت النيو بروجكت ممكن نيو بروجكت نيو سوليوشن ويز نيو سوليوشن اما ويز ويندوز فورم ابلكيشن او كونسل او كلاس لايبرري وانا افضل انت اذا شغلك على الكونسل او الويندوز فورم ابلكيشن ابدا بافا ان افا وبش تنجي اضافه الكلاس لايبرري. اوكي اعمل اد اضافه بروجكت اللي هي من نوع اوف تايب كلاس لايبرري. اوكي هذه تمثل المين ابلكيشن اللي يعني المين الاساسيه الكورنر القلب البرنامج يعني لاحظ قلب البرنامج بوشي قلب البرنامج او اوان او اوان دو بروجكت هكا بي بروجكت سي بفائده نشول لا يشتغلون چونك العمليات الحسابيه جورفا بروجكت 3 نعم فأد أول شيء أد project of type class الآن خلي نعمل معكم type class هذا ITM solution هذا اللي عملناه الآن بداخله Windows Form Application أقف على هشياربن لا تقف هنا وإنما تقف على سر solution وأقول له add new project وممكن تختار class library الآن خلي أختار class library شوفوا الآن لا يسأل عن name of the solution يعني we are already inside the solution حقول ITM مثلا library class library class هذا project نعتبره PR2 project 2 هذا class library اوكي احنا كوننا class library الان كوننا class library طبعا ماذا يقول بداخل الكلاس library ضروري انت تعمل class لانه هو class library consist أو contain يعني contain classes يحتوي على classes فإحنا بداخل هذا library class library ضروري الآن نعمل class شوفوا الآن لو أسد الآن هذا وهذا أنا عندي two project هذا library class هذا Windows form application أوكي okay.
الآن خلي أعمل كلاس داخل الكلاس لايبرري، أقف على الكلاس لايبرري وأعمل add new item new item، أضيف كلاس. ما هو الكلاس؟ مثلا our أو my math ماي ماث، هذا نوفل كلاس، نوفل كلاس. لاحظوا الآن الكلاس داخل جرذة الكلاس لايبراري. اوكي، الآن طبعا ضروري بعدين بشتنجل الآن نضيف الكود للكود لمن؟ للماي ماث، ونربط هذا الكلاس واللابري كلاس مع الباقي. اوكي، الان ما هي الخطوه الاخرى؟ يقول write the required function. احنا حنكتب الكود بعدين، اوكي حنكتب الكود بعدين. اوكي، that write the required methods function that contain in this specific. احنا عملنا كلاس لابري الان، وعملنا add class، يعني classes. صح كين؟ كم كلاس جوا بالكلاس لايبرري؟ Now we have only one class. Okay. الآن أضيف ال required rest يعني المتبقين project. مثلا هين جوتن سيدة، أنا عندي فقط، أنا فتحت بالويندوز فورم ابلكيشن وعندي كلاس لايبرري وخلاص، وشو ما عندي آخر. آخر يقول لا، أنا we have، أنا أمتلك كلاس project آخر. Okay, if you have another project, okay, أنت أيضا كليك على solution وكليك راستي add new project. صح الآن new project، وتختار مثلا الآن خلينا نختار الكلاس من نوع console، خلي أسميه يشبه الاسم بس أكتب console ITM console ونفترض هذا PR3. اوكي، كنسل الان، ضفت كنسل. اوكي، الان كنسل. اوكي، كنسل ايضا موجود، كلاس وكذا. زين، الان لا يوجد اي ربط بينهم. لو افترضت هذا هو الستارت اب الان، لو افترضت هذا هو اعمل سيت للستارت اب عليه، هو اوريدي ستارت اب. اوكي، هو اوريدي ستارت اب باي ذا ديفولت. اوكي، بس لو اعمل ستارت اب هكذا، شوفوا انفذ، كأنه حيطلع لي فورم. سأحكي شوي تأخر لأنه جنكي ربط أكثر منه. مفروض فورم خالي يظهر. اوكي، خلي اروح على اكمل اشوف شكو بعد. make the required reference، حنشوف ايش معنى reference، ربط كذا ضروري للربط. و set determined startup. اوكي اوكي، اتنفذ هذا، ظهر لي مثلا، ظهر لي هذا ال ITM solution. اوكي، فوقف التنفيذ الآن. أوكي، خلينا بعدين نشوف الكود ماله الآن، بس نكمل الشرح. مثلاً set required اللي هو الستارت اب والريفرنس، شوف شو معنى الريفرنس والستارت اب. أوكي، طبعاً هذه الخطوات واضحة هنا أيضاً، هذه الخطوات واضحة.
اوكي، اعمل نيو بروجكت مثلا من نوع كلاس. اول شيء كلاس لايبرري، وبشتنقي من نوع اول شيء كلاس لايبرري، بشتنقي من نوع كلاس، هذه اضافه البروجكت من نوع كلاس، وعلى اساس انه الكونسول والويندوز فورم ابلكيشن موجود، فانا الان ابدا باضافه الكود، ابدا باضافه الكود، ابدا من الداخل واصعد، ابدا من انا ما اتاخر حتى عندي المثال السابق. لاحظوا الان انا عندي هذه الكونسول، وهذه الويندوز فورم ابلكيشن، وهذا الماس، وانا عندي هذا الكلاس. أبا يعني اوتوماتيكيا يتكون، ما لكم علاقة به هذا الآن. إذا أنا اللي يفيدني هو هذا الجزء، دالة الآد، ودالة الصب، ودالة الملتبلاي، ودالة الديفايد. انسخ هذا الكلام، كود بسيط، فانكشن آد، انتجر اكس واي، وريتيرن بو اكس بلس واي، يعني اكس ماينس واي، اكس ملتبلاي واي، واكس قسمه واي. انسخ هذا الكود، اوديه وين؟ سيدة تشوني، عفو سيدة، شاب جافا. السيدة أف محاضرة دي عملية دي قلتني ان شاء الله هذه اذا تمام. حطبقوها باذن الله يعني رجع تشارشمب اسبوع بيت ان شاء الله. إن شاء الله واش سيدة ان شاء سفوس. الله عزيزي. اروح على الكلاس لايبرري وافتح الكلاس مالي، هذا الكلاس صح، كان هذا ماي ماث كلاس، اضيف هذا الكود. الان شنو مطلوب؟ الان المطلوب انا خلاص، انا يعني خليت الكلاس الكود مال الكلاس. الان لازم اكتب كود في الويندوز فورم ابلكيشن وفي الكونسول ابلكيشن. طبعا الكونسول ابلكيشن يمكن يعني بصناهي يعني كبير تصميم وبكذا. خلينا نبدي بالكونسول. انا عندي الان مثلا الكوليدج، لاحظوا هذا الماث خلصت منه، انا عندي هذا الكونسول. نروح على البروجرام، شوفوا الكود ماله، شوفوا الكود وهش ياربن. لاحظوا اول شيء يحتاجه هو يستخدم اليوزنج النيم سبيس، العفو النيم سبيس، هذه الماث النيم سبيس الماث. يعني انا عندي راح اشوف شنو اسم النيم سبيس عندي، اروح على الكونسول، اروح على البروجرام. لازم اعمل يوزنج حتى استخدم الكلاس. اذا اريد استخدم الكلاس لازم اعمل يوزنج للنيم سبيس. نيم سبيس شو اسمه هذا النيم سبيس؟ هذا هو، لا العفو، ما هو هذا اللي هو وينه؟ لابري. افا نسخ كده. كنترول في فاصلة مقطع، اوكي. لاحظوا الان اكو خط رنج الصور، الخط اللي يعني ايرور الان. يعني الان انا استخدم الان النيم سبيس اي تي ام لابري كلاس بروجكت 2، بس بعد ما عنديش صلاحيه، اي هافنت يعني صلاحيه ما موجوده، اوكي؟ ما عندي صلاحيه باستخدامه. هنا تظهر فائده الجمله اللي هي احنا وين؟ اوكي. تظهر فائده الجمله اللي هي ميك ريكوايرد ريفرنس، لازم ربط عناوين. الآن كيف نعمل ريفرنس؟
أنا الآن داخل الكونسل، داخل الكونسل الآن. لاحظوا، داخل الكونسل ظهر هذا الكلام، فأنا ضروري أعمل كليك يمين وأعمل ريفرنس، آد ريفرنس، آد ريفرنس. أنت تريد تربط مع من؟ مع الويندوز فورم. أنت الآن في الكونسل، تريد تربط مع الفيجوال، مع البروجكت الفيجوال، ولا مع اللايبرري؟ لا، أريد أربط مع اللايبرري. أقول له أوكي الآن. أوكي، الخطأ شو؟ الربط درسته، أصبح الربط درسته، الكونكشن درسته بتوين اللايبرري وبتوين الكونسل. أوكي، استاذ بلا زحمة، ممكن تعيد هاي النقطة لأن الكهرباء انقطع عندي. نعم. شوف، أنا الآن ضفتها، عجبا تنشال الريفرنس. خلي ألغي، أعمل ربط مع الثاني. أوكي، شوف، إذا طلع لك غلط، إذا طلع لك غلط، يعني ما في إلغاء للريفرنس، أد ريفرنس، ريموف ريفرنس، there is no removing للريفرنس. أوكي، ربطت خلاص. أوكي، لما أربط أربط. فشوف، لما أبدي الآن، أنا وين؟ أنا الآن بالكونسل، وأريد أستخدم اللايبرري، أريد أستخدم اللايبرري. أفتح الكونسل، أروح على البروجرام، خلي أسد هذا حتى لا يصير خبص عليكم. أوكي، أنا الآن بالكونسل، أفتح البروجرام، أفتح البروجرام، أريد أستخدم اللايبرري. شنو اسم اللايبرري؟ نوفل لايبرري، اي تي ام لايبرري كلاس بي ار 2. فاكتب يوزينج اي تي ام، نسخ، ممكن تنسخ الاسم هكذا حتى لا يصير عندك غلط. تك واحده، كليك يمين، كوبي ولصق، كوبي ولصق، وفاصله مقطوعه. حيطلع لك ايرور هنا. اذا ظهر الايرور، اكيد يظهر الايرور، لانه الى الان انت لا يحق لك استخدام البروجكت الذي تستخدمه الآن. ضروري تعمل اد ريفرنس. فأوكي، أقول ما مشكلة، أنا أريد أستخدم اللايبرري. أوكي، أعمل كليك راستي على هذا، أعمل اد ريفرنس، وأربط، أربط مع اللايبرري، أربط مع اللايبرري اللي هي الكلاس ريفرنس، ويربط والإيرور يذهب، يصبح درسته. أوكي، يصبح درسته. نعم، أوكي. الآن احنا الان وين؟ احنا الان في البرنامج، الان احنا في برنامج، احنا الان في البرنامج اللي هو اللي تابع للكونسل. اريد اضيف العمليات الاربعه، اضيف العمليات الاربعه. خلي اخذ الكود البسيط مع العمليات اضافه، لانه هاي ما مهمه الان، انا يعني اتعب بيها. هذا الكود، الكود ستاتيك مين من هنا حتى الفي، كنترول سي. لاحظوا، انا عندي ثلاث اقواس، بيجن بيجن بيجن، وثلاث اقواس اند اند اند. رجور، فهذا كل اخر انا نسخته الان، حذهب الى برنامجي، الى برنامجي او اندرستن. هذه ثلاث اقواس بيجن، ثلاث اقواس اند. حنسخ، حنسخ الان الكود. اوكي، حشوف الان. طبعا اول شيء، انا عندي هنا كاتب ماث، انا الان سويت انستنس، راح اسوي الان اول جمله انستنس من الكلاس، باعتبار انه الكلاس ماث موجود جرف النيم سبيس اللابري كلاس اي تي ام لابري كلاس، على اساس اللابري كلاس فعلا، اللابري كلاس، اللابري كلاس موجود فعلا بها كلاس. ولكن هشاربين، شنو نوفل كلاس؟ نوفل كلاس ماي ماث،
ماي ماث ناب الكلاس ماي ماث، يعني بمثالي السابق ماث 1 ولكن هنا ماي ماث. انا هعمل اقول له ماي ماث ماي ماث وماي ماث. انا الان عملت انستنس لماي ماث، ولكن يوجد خطأ هنا، يوجد خطأ هنا. اوكي ايش يا ربي، لاحظوا الان انا اروح الى اللابري اشوف ليش. يعني حتى الان ايضا انا ممكن استخدم النيم سبيس، لانه سويت يوزنج، عملت يوزنج وعملت ربط اد ريفرنس بين الكونسول واللابراري. الان درست النيم سبيس، ولكن يوجد جي خصوصيه بالكلاس، هل ممكن استخدم الكلاس اللي داخل النيم سبيس؟ راح اشوف الان. اروح الى الكود الخاص، شوفوا الكود الكلاس، هذا الكلاس طبعا هكبي بابليك يعني برايفت، يعني ابي شو معنى الكلاس برايفت، هذا خاص، فضروري اكتب له بابليك، ضروري اكتب له بابليك، ضروري اكتب له بابليك. تخزين كنترول سي، وارجع اكاديبو الكونسول، شوف البرنامج، الخطأ شو الان درسته. اوكي الان خلي اشوف، ما بيشيل كود، الكود مجرد عباره عن يقرا عدد اول هذا، وتعرفون العدد الثاني وكونفيرت وكذا وكذا، وبعدين بيشتهي قراءه شيء هذا سويتش سيلكشن، قريت العدد الاول كونفيرت تو انتجر، قريت العدد الثاني كونفيرت تو انتجر، خلاص نم 1 ونم 2 اي وندرس بيشتهي سيلكت ذا اوبريشن، وي هاف فور شار عمليه، خليت او بي از سيلكتر، يعني سويتش ستيتمنت as a character من نوع character. اوكي فانا الان حقرا الان character، هكا الكاركتر بلس character يعني ماينس يعني multiply يعني divide، هكا بلس جمع، هكا ماينس طرح multiply ضرب او قسمه، وهي شاربين الان اوان المفروض انزال نجمع الافا formatting أبا جمارة إيك جمارة دو جمارة سي جمارة شار، أبا جمارة إيك أبا زيرو ربط كب جمارة إيك وان ربط ك، يعني حتى فورماتينج يعني يصير جمارة إيك ماينس جمارة إيك صح كي إيك أبا إيك منا أبا نمبر وان، الأو بي حتاخذ محل الواحد، يعني جمارة إيك أو بي هكا الـ OP بلس جمارة إيك بلس دو أبا الـ C يساوي أبا جمارة الشار اللي هو C اللي هو استدعاء الدالة، استدعاء الدالة call calculate calculate dot add calculate dot add أبا calculate dot add. احنا سوينا بالبدايه انستنس من الكلاس اللي هو ناف الانستنس، عينه ناف اسمه شنو؟ كالكوليت من نوع كلاس تشي من نوع ماي ماث، وهذا الماي ماث موجود البروجرام ماله، لافو وين الماي ماث؟ اللابري موجود الكود ماله اللي هو الات الصب ملتبلاي ديفايد، يعني هكا الانستنس اسمه زيت زيت دوت اد، هكا زيت دوت صب زيت دوت ملتبلاي زيت دوت ديفايد وهروسه. اوكي فانا الان الانستنس مالي اسمه شنو؟ الانستنس مالي اسمه كالكوليت كالك، فكالك دوت اد كالك دوت صب يعني استدعاء كال دال صب صب دال صب جورفا الكلاس ماي ماث اللي هو جورفا الاي تي ام ويندوز فورم ابلكيشن اللي هو اللايبرري بروجكت 2. اوكي صب وملتبلاي وديفايد اوان العمليات تشارن.
اعتمادا على الاو بي، اعتمادا على الاو بي. الان اريد الان لو لاحظ الان لو انفذ الان اوكي لا يتنفذ لا يتنفذ الكونسول ابلكيشن. بوتشي منو يجاوبني؟ بوتشي لا يتنفذ الكونسول. لماذا لا يتنفذ الكونسول؟ طلاب ضروري تحديد شيء؟ هيت ستارت اب. عفرا عفرا محمد، ضروري تحديد الستارت اب. اوكي فانا ارجع الى اوقف التنفيذ. اوكي اوقف التنفيذ واروح على الكونسول، اعمل له كليك راستي واعمله هو هذا الستارت اب، هو هذا الستارت اب. انفذ الان. اوكي ادخل نمبر 1، لازم اصلح هذه 2 دقيقه، نمبر 1 ونمبر 2. نمبر 2 دخل نمبر 1 دخل نمبر 2 وعندك العملية مثلا ضرب. انتهى الموضوع. اوكي فاختار مثلا مرة ثانية نمبر 1 مثلا 2 3 نمبر 2 مثلا 7 العملية قسمة وفلوت بو همين ستيج مارن الانبوت والاوتبوت هنزان ضروري حتى تكون النتيجة درستها. اوكي فهذه لاحظوا هذه هذا اقصد جمارة 1 اوبريتر جمارة 2 اللي يساوي نتيجة. اوكي ابي يساوي اوريدي موجود صح كان اللي يساوي اوريدي موجود في جملة ابي يساوي يا ابي يساوي ابي جمارة اك ابي عملية الاو بي صح كي العملية تشي حسب الادخال حسب الانبوت سويتش اعتماد كسر الاو بي سر الاو بي وجمارة ايك او بي جمارة دو يساوي سي افا ج دالة نتيجة من الدالة. اوكي اوكي الان لو اعمل كود للويندوز فورم ابلكيشن وبنفس الطريقه استدعي بنفس الطريقه استخدم اللابراري. طبعا انا اذهب الى الويندوز فورم ابلكيشن واشتغل به وكانه لوحده. انا ما اريد اصمم الان، اريد مثلا اختار خلي اروح على هذا كنترول بس دقيقة اسمهم شنو؟ يشار من الاسم لأنه عندك جارة Properties Text Box 1 Text Box 2 Text Box 3 درسته. اوكي كنترول A كنترول A صح كان أبا ملاحظة مهمة قالك نسخ اج سوليوشن بو another solution ITM كنترول V كنترول V أنا جربت تجي كوبي كنترول في بس تأخير ليش ما أعرف جنجرز سبب الكنترول هذا كنترول زد زد درسته أوكي أبا نسخ سوليوشن يعني اوتسايد من سوليوشن الى سوليوشن. أبا خلينا نشوف الان الخصائص شو بروبريتيز. اوكي شو بروبريتيز أبا تكس بوكس 1 درسته أبا تكس بوك تكس 2 أبا تكس 3 اوكي بوتوم الاد والسب والاند. اوكي فالان لو انسخ الكود مثلا فور اكزامبل مال بالنسبه لي من هناك اوكي
الكود اللي هو مع ويندوز فورم ابلكيشن، افل فورم، افل اد. اوكي زين، شنو رايكم انسخ هذا الرسم افضل؟ كنترول اي، هاخذ هذا كله كونتر. اوكي كنترول زد، هذا وين انا؟ كنترول في، كنترول سي، شيلها كنترول سي. كنترول سي، كنترول في، كنترول اي، كنترول اي، اوكي حتى كلها مطابقة زين. فاخذ اخذ من هنا مثلا الكود، كود الاد، كود الاد، شوفوا الكود مال الاد، شوفوا الكود مال الاد طلاب، ما بي اي شيء. كود الاد، الاد ايضا اعمل لي انستنس من نوع ماث، وعندنا ماي ماث مثلا. اوكي وبعدين عندي اقرا العدد الاول من تكست بوكس 1 و 2، والعدد الثاني من 2، واجمع عمليه الجمع باستخدام الكال دوت اد، واعطي النتيجه وخلاص. وشوف، فهذا الان انسخ، نسخ هذا، انسخ هذا الكود، جي هنا كنترول في. شوف شنو الغلط اللي يطلع، حنعدله ضروري اكيد. انا عندي نوع في الكلاس يختلف، نوع في الكلاس يختلف، حروح على اللايبرري، على اللايبرري هذا نوع في الكلاس، شيفت وسهم، شوف امسح حتى الفري، كنترول سي، كنترول في، كنترول في. شوفوا هنا الآن من البداية حتى هنا طعاني غلط. ليش الغلط الآن؟ ليش الغلط؟ إضافة المكتبة يعني شنو أكتب أضيف؟ شنو المفروض أكتب؟ using يعني using، نعم كلاس. using. لاحظوا الآن، هذا الآن طلاب، منو اللي يحكي معي هسه؟ كان منو اللي حكى معي قال لي اضيف المكتبه؟ نعم ليه؟ أستاذ. محمد ان شاء الله. زين لاحظوا طلاب، لاحظوا طلاب، مثل ما عملت ضفت للويندوز فور للكونسول، لازم اعمل نفس الشيء للويندوز فورم ابلكيشن، شنكي افا ابلكيشن وافا ابلكيشن، افا مفصول عن افا، فنفس الكلام لازم اعمل يوزينج. فاذهب الى الويندوز فورم ابلكيشن، أنا الآن بالويندوز فورم أبليكيشن. أوكي الكود، العفو الكود، فيو كود، الآن أعمل يوزنج، يوزنج، يوزنج للنيم سبيس، نيم سبيس، كنترول بي، بعد خطأ لا نجوم. أيضا لازم إضافة ريفرنس. دقيقة دقيقة، بالله انطوا مجال واحد آخر يحكي بعد. أستاذ أيضا إضافة ما بس محمد، يلا محمد، أوكي أوكي عرفت محمد، دقيقة غير محمد، أنظر، أستاذ شكرا إضافة محمد، شكرا أياز، يلا أياز، إضافة ريفرنس. عفرم عفرم، إضافة ريفرنس بين منو ومنو الريفرنس؟ بين الكونسول والفورم، لا احنا شو لما سيرتشين بين مش يار الليبراري مش والفورم. دقيقة محمد، ازعل عليك، يلا اياز درسه جوابته، درسه بس شوية ركز، بين منو منو الكونكشن الان؟ بين الفورم يعني هسه احنا بالفورم فورم، نعم، وتشي وال وال
ول الان احنا نريد نربط طلاب دائما الكونكشن. الان التركيز بالربط طلاب، يعني خلي شويه اذا ما واضحه الربط بردوام، يعني هو الان شو لما الان افرو الربط بالنسبه للكونسل ربطنا مع اللابراري، وبالنسبه للويندوز فورم ابلكيشن جي يربط مع اللابراري. اوكي ربطك مع اللابراري، فالان الان الضروري الربط مع اللابراري، اربط مع اللابراري. اوكي فاذهب الان اتاكد من الربط. جنكي الكونسول مربوط بس اللاب الويندوز فورم ابلكيشن ما مربوط ويا اللابراري الان. رايت كليك راسي واد ريفرنس. اوكي فصح كان يعني مسموح ربط ويا الكونسول عادي، لا ممنوع، ولكن شو لما افرو مثال لما افرو الربط مع اللابراري. اوكي اربط اللابراري. اوكي الخطأ شو؟ احنا وين؟ اوكي هذا درسته صار، خلاص درسته. درسته كل الخطأ راح. اوكي؟ اوكي؟ تشينكي افا ايك جارة وقت عملنا بابليك الوري خلاص بابليك بو فور اول. افا افا ايك جارة. يعني وقت صلحنا الخطأ افا دسبيكي من جوت من جوت ضروري افا الكلاس كلاس بابليك. صح كان هكنا بابليك، هكنا بابليك. شوفوا الخطأ الآن. Windows Form Application. شوفوا الغلط الآن، شوفوا الغلط. لأنه not public not public. الآن أرجع أنا الآن على اللايبرري وأعملها public، أعمل الكلاس ضروري الكلاس public، ضروري الكلاس public. أوكي زين الآن ما أعرف عملنا ستارت اب ولا لا، راح نشوف. صح كان وقت التنفيذ يعني شوي يحتاج وقت، وقت الكومبايليشن شنكي يحتاج ربط بين مور ذان وان بروجكت، يعني ريفرنس وما ريفرنس. يعني الان انت الان تعمل تنفيذ ل 3 بروجكت اك جاره اك جاره الكونسول والفيجوال ويندوز فورم ابلكيشن مع ربط كم مع اللابراري. شوف حتى الان الويندوز فورم ابلكيشن مالي هو الان مخفي، هو الان مخفي. خلينا نقول مثلا جماعه هذا هذا وكانه احنا ما اشتغلنا شيء، فانا ضروري الان شنو احتاج يا طلاب؟ شنو احتاج اعمل اغير؟ شنو احتاج اغير؟ ضروري اتغير الستارت اب، اغير الستارت اب، اغير الستارت اب. بالضبط اغير الستارت اب. فانا الان ويندوز فورم ابلكيشن اعمله هو اللي will start when the solution will be execute. وقت solution execute which project will be execute first. من اي project will be execute first؟ يعني موجود اكثر من project يتعاونون مع بعضهم، واحد يعطي معلومات للثاني، تتناقل البيانات بين هذه البروجكت السين التشارن البنجن صح كنشن، ولكن اكيد واحد في المقدمه مثل ما نقول مالتي فورم، الفورم الرئيسي دسبيكي هذا افجي نفس المعنى. سيت از ستارت اب. الان نفذ جاره كادي الان صار وكانه الان. اوكي هذا بعد الكود ما موجود، نفس الكلام الكود كله ما موجود. اوكي
فالآن مثلا هذا قلنا this dot this dot close، وممكن هذه الكود هذا نفسه، لا مو هذا، لازم كل آخر ويا التعريف كله أروح على الفورم، أروح على الفورم أنسخونه بنفس الطريقة وقت الكالكوليتر، ولكن هنا أوبجكت هي أوكي كالكوليت يعني لا أي 1 ماينس أي 2 وإنما كالكوليت دوت صب أوكي جارك هذه أنسخ شوفوا ملتبلاي كالكوليت دوت ام يو ال ام يو ال اوكي جتورو ديفيجن كالكوليت دوت ديف ديف كل فيري بس تغيير تغيير فلوت نمبر 1 نمبر 2 از فلوت از فلوت نمبر 1 نمبر 2 اي اي 1 واي 2 ريزلت اوكي الان الستارت اب موجود مضبوط واحد قسم اثنين 0.5 درسته اوكي نعم زين هذا البرنامج كله موضح هنا كله موضح وان شاء الله ابعث لكم الفيديو هذه اللي شرحت به فهشيار بن هذا لو مثلا بالنظري ياتيكم سؤال ياتيكم سؤال يقول what are the required step to connect between كذا وكذا وكذا فانتم هشيار بن النقاط او نقطه ايك او نقطه دو او نقطه متعلقه بايك بسبي كلابري وبشتينجي كلاس وبشتينجي نقطه دو اد required rest projects وبعدها نقطة C عمل الـ required reference وعمل الـ startup يعني النقطة C ونقطة char يعني ما ضروري بالضبط بالتسلسل ممكن set الـ startup وبشتينجي الـ reference أو بالعكس عادي ما مشكلة المهم وقت التنفيذ وقت التنفيذ وقت أضغط على التنفيذ أبا المفروض انت مقرر انت يو ويل ماست ديترماين حددت ضبطت الريفرنس ضبطت تظبيط جي الستارت اب ومن ثم التنفيذ بس منو قبل منو بعد بري وبشتي هذا لا مشكله المهم قبل التنفيذ all of them بريستن قبل التنفيذ نعم هذه وقت الكونسل مثل ما نفذت لكم هذا شاشه الكالكوليتر السمبل وهذا الكود والشيار بين الفاريال ريفرنس والفاريال انستنس هذا وقت الكونسول وافجي وقت الويندوز فورم ابلكيشن وهشيار بين بالعمليات التشارن خلصنا اوكي كتبتوا اسماءكم طلاب في الحضور المحاضره اللي حد هنا خلصت ما اريد الفيديو حتى يكون كبير هذه مطلوب من عندكم ان شاء الله تنفذوها في المختبر والاجزاء الاخرى من المحاضره حشوف انتم الان انا شرحت جزء دوي تشاردو تشينكي متعلق بالمحاضره السابقه السوليوشن والبروجكت اوكي اذا مثل النظري اذا هكا اشرح هذا محاضره شو بس بفائده العملي تشاوى يا وقت العملي اوكي يعني تشار ايك هذا تشار ايك صح كان بس شرح متعلق بال بروبريتيز وخصائص وكذا اوكي والمحاضره جزء سي افجي متعلق ممكن بالعملي هذا ممكن عملي اوكي مثال عملي نعم بس المطلوب من عندكم هذا الجزء الان وبردوام متابعه من الفيديو متابعه للموديل متابعه للموديل يعني شوفوا شنو موجود وانا دائما اكتب نيو اللي اي شيء اخليه والميتنج اخليه ميتنج اي محاضره مكتوب عليها يعني حتى الان احنا اسبوع شوي هذا ميتنج وان شاء الله راح اخلي لكم الفيريجي البن ميتنج دو
بس المحاضرات الأخرى الروابط ليكتشر 1 ليكتشر 2 وهكا شيء متعلق جيب بلاب لاب بلاب يعني شوية يا بلاب اللاب يعني مثلا محاضرة متعلقة بلاب بس نام عليها أنا هذه ما يعني مو داخلة بالنظري يعني مقصد من أبا مخصص بالعملي بالتطبيق العملي بالمختبر من ضمن المحاضرات ضمن المحاضرات متعلقة بالنظري وبالعملي أوكي زين أفا جي صح كان أفا جي متعلق نظري وعملي بس متعلق بالمختبر وإن شاء الله راح أضيف لكم هنا البن ميتينج ثري ميتينج ثري ميتينج العفو دو ميتينج دو نعم أوكي طلاب كتبتوا حضوركم بالموديل؟ كتبتوا حضوركم بالموديل؟ نعم أستاذ. خلي اروح الان اشوف حضوركم حتى بس اتشيك شلون تظهر لانه اكو مشكله اساتذه يسالوني استاذ الطلاب يقولون وما يقولون فانا بدي اشوف الحضور شلون راح يطلع يظهر انتم تشوفوها هذه الان هذا الاسبوع اللي فات وهذا الاسبوع الان يا افرو خلي اشوف الان هذه اوكي يلا شوفوا واضح انا همشي هيك سريع عليها يعني مرور اخليها دقيقة والله حتى هك اعتراض هك شيء ازبج مدرستن مدرستن مصرين يعني اسبوعي شوي بنجي وشارو افرو بنجي وشش وانتو ايش قد عددكم طلاب كلكم تقريبا نود قتابي دائما نصف العدد طبعا انا من اعمل يعني سيف انا لحد الان ما خزنت حتى الاسبوع الماضي يعني الباقي هم غياب الباقي هي هم غياب من اعمل سيف حيعتبر الباقين غياب بس انا لحد الان ما خزنت حتى الاسبوع الماضي ما سويت تخزين اوكي فعندكم مشكله الان في الحضور طلاب هذا الاسبوع اللي فات والاسبوع الحاضر الان عندكم مشكله في الحضور أقصد مادتي أكو مشكلة واحد يجاوبني سريع لا أستاذ أوكي عفوا دنيا جيد تولي زين أوكي طلاب شكرا لحضوركم تابعوا أنا راح أسجل يعني المحاضرة تسجيل راح أرفعها إن شاء الله على الموديل إن شاء الله شكرا السلام عليكم